مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم في هذا البرنامج الخاص على قناتكم ميديان تي في الذي نبثه لحضراتكم لمتابعه الخطاب الملكي الذي يلقيه الملك محمد السادس بعد قليل بمناسبه الذكرى 65 لثوره الملك والشعب. نحن معكم في هذه الأمسية لنقل الخطاب الملكي وتحليل مضامينه رفقة ضيوفنا الكرام. خلال لحظات قصيرة سنتابع وإياكم الخطاب الذي سيوجهه الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة هذه الذكرى الوطنية، وسنلتقي معكم مباشرة بعدها في حصة تحليلية ممتدة. والآن مشاهدينا الكرام، يحضر معنا في هذه الجلسة كل من الأستاذ الدكتور محمد العمراني بوخبزة، محلل سياسي وأستاذ بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة. أهلا بك أستاذ العمراني. أهلا بك. مرحبا بك. يسرنا أيضا أن نرحب بالأستاذ إدريس العيساوي المحلل الاقتصادي. أستاذ العيساوي أهلا بك. أهلا وسهلا. لو نبدأ بشكل مختصر جدا، هذه المناسبة وهذا الخطاب الذي يلقيه الملك محمد السادس بعد لحظات يأتي في سياق خاص وفي أجندة ضاغطة يخوضها المغرب. فعلا كل خطابات 20 غشت هي خطابات يعني يطبعها الجدية والسرعة والفعالية. استمعك عذرا مباشرة إلى الخطاب الملكي. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نخلد اليوم بكامل الاعتزاز ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة بما تحمله من دلالات ومعاني عميقة، فهي ثورة إيجابية رغم أنها كانت في ظروف قاسية، فقد علمت المغاربة الوطنية الحق وساعدتنا على المضي إلى الأمام. وها نحن اليوم ندخل في ثورة جديدة لرفع تحديات استكمال بناء المغرب الحديث وإعطاء المغاربة المكانة التي يستحقونها، وخاصة الشباب الذي نعتبره دائما الثروة الحقيقية للبلاد. شعبي العزيز، لقد سبق أن أكدت في خطاب افتتاح البرلمان على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، ودعوت لإعداد استراتيجية مندمجة للشباب والتفكير في أنجح السبل للنهوض بأحواله. فلا يمكن أن نطلب من شاب القيام بدوره وبواجبه دون تمكينه من الفرص والمؤهلات اللازمة لذلك، فعلينا أن نقدم له أشياء ملموسة في التعليم والشغل والصحة وغير ذلك. ولكن قبل كل شيء يجب أن نفتح أمامه باب الثقة والأمل في المستقبل، فتمكين الشباب من الانخراط في الحياة الاجتماعية والمهنية ليس امتياز، لأن من حق أي مواطن كيفما كان الوسط الذي ينتمي إليه أن يحظى بنفس الفرص والحظوظ من تعليم جيد وشغل كريم. غير أن ما يحز في نفسي أن نسبة البطالة في أوساط الشباب تبقى مرتفعة، فمن غير المعقول أن تمس البطالة شابا من بين 4 رغم مستوى النمو الاقتصادي الذي يحققه المغرب على العموم والأرقام أكثر قساوة في المجال الحضري.
ورغم المجهودات المبذولة والأوراق الاقتصادية والبرامج الاجتماعية المفتوحة، فإن النتائج المحققة تبقى دون طموحنا في هذا المجال، وهو ما يدفعنا في سياق نفس الروح والتوجه الذي حددناه في خطاب العرج إلى إثارة الانتباه مجددا بكل استعجال إلى إشكالية تشغيل الشباب، لا سيما في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين، إذ لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خاصة في بعض الشعب الجامعية التي يعرف الجميع أن حامل الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل. وهو هدر صارخ للموارد العمومية ولطاقات الشباب، مما يعرقل مسيرات التنمية ويؤثر في ظروف عيش العديد من المغاربة. والغريب في الأمر أن الكثير من المستثمرين والمقاولات يواجهون في نفس الوقت صعوبات في إيجاد الكفاءات اللازمة في مجموعة من المهن والتخصصات، كما أن العديد من الشباب خاصة من حامل الشهادات العليا العلمية والتقنية يفكرون في الهجرة إلى الخارج، ليس فقط بسبب التحفيزات المغرية هناك، وإنما أيضا لأنهم لا يجدون في بلدهم المناخ والشروط الملائمة للاشتغال والترقي المهني والابتكار والبحث العلمي. وهي عموما نفس الأسباب التي تدفع عددا من الطلبة المغاربة بالخارج لعدم العودة للعمل في بلدهم بعد استكمال دراستهم. وأمام هذا الوضع ندعو الانتباه بكل جدية ومسؤولية على هذه المسألة من أجل توفير الجاذبية والظروف المناسبة لتحفيز هذه الكفاءات على الاستقرار والعمل بالمغرب، ومن أجل التصدي للإشكالية المزمنة للملائمة بين التكوين والتشغيل والتخفيف من البطالة، ندعو الحكومة والفاعلين لاتخاذ مجموعة من التدابير في أقرب الآجال تهدف على الخصوص إلى أولا القيام بمراجعة شاملة لآلية وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب للرفع من نجاعتها وجعلها تستجيب لتطلعات الشباب، على غرار ما دعوت إليه في خطاب العرش بخصوص برامج الحماية الاجتماعية. وفي أفق ذلك قررنا تنظيم لقاء وطني للتشغيل والتكوين، وذلك قبل نهاية السنة، لبلورة قرارات عملية وحلول جديدة وإطلاق مبادرات ووضع خارطة طريق مضبوطة للنهوض بالتشغيل. ثانيا، إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر 2 أو 3 سنوات قبل البكالوريا لمساعدة التلاميذ على الاختيار حسب مؤهلاتهم وميولاتهم بين التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين المهني. وبموازاة ذلك ندعو لاعتماد اتفاقية إطار بين الحكومة والقطاع الخاص لإعطاء دفعة قوية في مجال إعادة تأهيل الطلبة الذين يغادرون الدراسة دون شواهد، بما يتيح لهم الفرص من جديد لتسهيل اندماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية. ثالثا، إعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام وتواكب التحولات التي تعرفها الصناعات والمهن، بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج المهني. لذا يتعين إعطاء المزيد من العناية للتكوين المهني بكل مستوياته وإطلاق جيل جديد من المراكز لتكوين وتأهيل الشباب حسب متطلبات المرحلة مع مراعاة خصوصيات وحاجيات كل جهة. وسيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بناء تجهيز وتجهيز مراكز جديدة للتكوين المهني حسب المتطلبات المستجدة. رابعا، وضع آليات عملية كفيلة بإحداث نقلة نوعية في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي وإنشاء المقاولات الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك يتعين على الإدارات العمومية وخاصة الجماعات الترابية أن تقوم بأداء
ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل. فكيف نريد أن نعطي المثال إذا كانت إدارات ومؤسسات الدولة لا تحترم التزاماتها في هذا الشأن؟ خامسا، وضع آليات جديدة تمكن من إدماج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم عبر تمكين ما يتوفر عليه من طاقات من تكوين ملائم ومحفز وتغطية اجتماعية ودعمها في التشغيل الذاتي أو خلق المقاولات. سادسا، وضع برنامج إجباري على مستوى كل مؤسسة لتأهيل الطلبة المتدربين في اللغات الأجنبية لمدة من 3 إلى 6 أشهر، وتعزيز إدماج تعليم هذه اللغات في كل مستويات التعليم وخاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية. إن قضايا الشباب لا تقتصر فقط على التكوين والتشغيل، وإنما تشمل أيضا الانفتاح الفكري والارتقاء الذهني والصحي. شابي العزيز، إن روح وقيم ذكرى 20 غشت وما ميزها من إجماع وتلاحم وتضحيات هي نفسها التي تحرك المغاربة كلما تعلق الأمر بقضية وحدة ترابية. وفي هذا الصدد يواصل المغرب بكل ثقة والتزام انخراطه في الدينامية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون مع مبعوثه الشخصي، وذلك على أساس نفس المرجعيات التي حددناها في خطاب المسيرة الخضراء الأخير. وإننا نسجل بارتياح الانسجام المتزايد بين هذه المبادئ والمواقف الدولية. فالقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي ولقمة الاتحاد الإفريقي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسار السياسي. ونود هنا أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا للقادة الأفارقة الأشقاء الذين تفاعلوا بإيجاب مع المواقف المبدئية للمغرب وتجاوبوا مع نداء المجلس الأمن الدولي الذي دعا أعضاء المنتظم الدولي إلى دعم جهوده. شابي العزيز، لقد شاءت إرادة الله تعالى أن يتزامن هذه السنة تخليد ثورة الملك والشعب مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وهي مناسبة وإن كانت تختلف من حيث بعدها الديني والوطني إلا أنها تقترن في قلوب وجدان المغاربة بقيم التضحية والوفاء التي تطبعها، ولا سيما في هذه الأيام المباركة، إلا أن نتضرع إلى الله بالدعاء للأرواح الطاهرة لبطل التحرير والوحدة جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، ورفيقه في الكفاح والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه، ولكافة شهداء الوطن الأبرار. وهي مناسبة لنؤكد التزامنا الجماعي بالسير على نهجهم في الدفاع عن وحدة المغرب واستقراره، والعمل على النهوض بتنميته وتقدمه وتحقيق تطلعات أبنائه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مشاهدينا الكرام، كان هذا خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب. خطاب قال فيه الملك محمد السادس إن ذكرى ثورة الملك والشعب كانت ثورة إيجابية دفعت وساعدت على المضي إلى الأمام. الملك محمد السادس سجل أن الشباب هو الثروة الحقيقية للبلاد، وذكر بخطاب افتتاح البرلمان الأخير والذي ركز فيه على دور الشباب واستعجالية النهوض بظروفه وأوضاعه، وقال بأن ما ينتظره الشباب هو أشياء ملموسة في الصحة والتعليم والشغل، وما يفتح له أبواب الثقة في المستقبل. تحديدا الملك محمد السادس قال إن ما يحز في نفسي، وهنا أقتبس، هو أزمة البطالة في أوساط الشباب والتي تظل مرتفعة. وسجل الملك محمد السادس في خطابه أنه رغم كل البرامج المنفذة تبقى النتائج دون الطموحات المبتغات، تشغيل الشباب يبقى إشكالية. كما ورد في الخطاب الملك محمد السادس قال لا يمكن السماح باستمرار تخريج أفواج من الشباب لا تتلائم تكويناتهم مع الفرص التي يطرحها الاقتصاد أو يفتحها الاقتصاد. الملك محمد السادس دعا إلى توفير الجاذبية لتحفيز الكفاءات ودفعها للاستقرار في المغرب. الملك محمد السادس دعا الحكومة لاتخاذ تدابير أيضا من قبيل مراجعة برامج تشغيل الشباب مراجعة جذرية، وتنظيم لقاء وطني للتشغيل والتكوين، وأيضا إعطاء الأسبقية للتخصصات التي هي مطلوبة في سوق الشغل، وإبرام اتفاقية إطار بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل إدماج الشباب المنقطعين، وإعادة النظر في تخصصات التكوين المهني، وإلى المزيد من العناية لهذا الورش. الملك محمد السادس أيضا سجل بأن صندوق الحسنة الثاني سيساهم في بناء وتجهيز مراكز جديدة للتكوين المهني، ودعا إلى تحفيز الشباب على خلق المقاولات والمقاولات الذاتية إلى غير ذلك، ودعا أيضا إلى وضع آليات جديدة لإدماج القطاع غير المهيكل واستثمارها في مجال الشباب أيضا، ووضع برنامج إجباري للتأهيل فيما يتعلق باللغات وإتقان الشباب للغات. الملك محمد السادس أيضا أكد على انخراط المغرب في شق ثان، على انخراط المغرب في الدينامية الأممية فيما يتصل بالصحراء المغربية، وأكد بأن هذه الدينامية ينبغي أن تكون على نفس المرجعيات، وأكد أيضا على أن قرارات مجلس الأمن وقرارات الاتحاد الإفريقي سارت في هذا الاتجاه وانتصرت للاختصاص الحصري للأمم المتحدة في تدبير هذا النزاع المفتعل. الملك محمد السادس شكر أيضا القادة الأفارقة الذين سجلوا باعتزاز وأيضا ساروا في اتجاه تبني المواقف العادلة للمملكة المغربية فيما يتصل بقضية الصحراء المغربية. سنناقش كل هذه العناصر في هذا البرنامج الخاص. مشاهدينا الكرام، البداية معكم أستاذ عمران أبو خبزة، ما أبرز ما لفت انتباهكم في هذا الخطاب؟ هو في الواقع هو خطاب بمرجعية خطابات سابقة، لأنه جلالة الملك في على طول الخطاب ذكر بالخطابات السابقة، بخطاب افتتاح الدورة البرلمانية السابقة، بخطاب العرش، بخطاب المسيرة الخضراء، بمعنى أنه استمرار الاعتماد الأفكار التي تم طرحها في الخطابات السابقة. وأن بالتالي أن الاهتمام ليس هو ظرفي، أو إثارة هذه القضايا ليس ظرفيا، بل هو استمرار الاهتمام بهذه الملفات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع الشباب. قد أقول أن هذا الموضوع هو من المواضيع التي أصبحت تشكل المحور الأساسي للخطابات الملكية، الاهتمام بالشباب، وهو أمر طبيعي إذا ما أردنا أن نفهم الأمور كيف تتم. طبيعة الهرم الديموغرافي للمغرب أن الفئة الشباب، الفئة العمرية من الشباب، هي تشكل الغالبية العظمى، ثم أن في الكثير من الإشكالات التي نعاني منها هي مرتبطة بالشباب. عندما نتحدث عن التعليم هو ملف يهم الشباب بشكل كبير، عندما نتحدث عن التشغيل
هو ملف فيهم الشباب بشكل كبير. الصحة بمعنى أن القطاعات أو الإشكالات التي لحد الآن هناك استعصت بهذا الشكل استعصت على الحل هي مرتبطة بالشباب. لذلك فمعالجة قضايا الشباب هي مدخل أساسي لمعالجة الإشكالات التي لحد الآن تعوق التنمية في المغرب. إذا ما واجهنا المشاكل التي يعاني منها الشباب قد نقول أننا سننجح من دون شك في تجاوز كل المعيقات التي تحول التنمية في المغرب لحد الآن. في الخطاب ورد تشخيص في الواقع لواقع الشباب اليوم، مكامن النقص وقصور السياسة العمومية في مجال الشباب. كيف تنظر إلى هذه المسألة أستاذ العساوي؟ ملك محمد السادس يدق ناقوس الخطر فعلا. يعني هناك لدي ملاحظة أساسية على كما بدأتم على الإطار العام لهذا الخطاب، واللي يجب أن نذكر بمسألة ضرورية. الملك محمد السادس لما يتحدث في هذه القضايا يتحدث من خلال اختصاصات تخولها له الاختصاصات الدستورية، أي دستور 2011، أي أن الملك يعطي توجيهات عامة واستراتيجية لمجموعة من السياسات العمومية بغض النظر تعلق الأمر بالشباب أو بالفلاحة أو بالصناعة أو بالتنمية إلى آخره. الملك محمد السادس طرح 6 نقاط أساسية. إيه غادي نرجعوا لها إذا سمحتي لي. أنا بغيت غير نذكر بواحد المسألة اللي ضرورية. في كثير من الخطابات مسألة الشباب ماشي جديدة. إذا رجعنا ل 1990 في القرن الماضي قضية الشباب كانت طرحت وعندها مجموعة من الإشكاليات وما زالت نفس المسائل. فاستمرار عدم الاستجابة لتوجيهات الملك ولتوجيهاته ومجموعة من الملاحظات ومرات عديدة يدق ناقص الخطر، فهذا يجعل بأنه هذا الخطاب بالذات هو من جيل جديد من الخطب. ولا هنا لا أبالغ. لماذا أقول ذلك؟ لأننا نحن نزلنا من خلال الخطاب الملكي الذي يقول لنا علينا أن نمر إلى العمل. لأن لما تتحدث عن الشباب وإشكالية التشغيل دياله والمشاكل التي يعيش فيها، معناتها بأنه سياسات عمومية لم تقم بذلك، تراكمها، هدر الميزانيات اللي كتكون فيها، هذا جعل أنه واحد الوقت رئيس الدولة يقول كفى الآن نمر. هنا الخطاب ماذا قال؟ قال على أن هذه المناسبة ديال 20 غشت هي مناسبة أساسية لنقف بطبيعة الحال لنتفحص وضع الأمة، ولكن هي ثورة جديدة. لما يقول هو ثورة جديدة هذا معناه بأننا نريد أن نتخطى الوضع الذي تكون عليه هذه السياسات العمومية غير ناجعة وغير كافية ولا تذهب إلى ما يجب أن تقوم به، فبالتالي وهو يقطع مع ذلك. وهنا نستحضر مبدأ المحاسبة مقابل المسؤولية، وهذا ما وقع بطبيعة الحال في عدد من القرارات الأخيرة التي اتخذها الملك. أما فيما يتعلق موضوع الشباب كما أسلفتم، فهذا موضوع يشغل كل عائلة مغربية لا سمحتيني. لماذا يشغلها؟ احنا عندنا الشباب من خيرة الأطر، من خيرة ما هو موجد، لكن نجد بأن الكليات، هذا هو الأفضع، كنقول له بأن الجامعات، مؤسسة التكوين، مؤسسة التعليم تنتج البطالة. هذه أخطر ما كاين. معناتها بأنه الدولة المغربية اللي كتخصص أكثر من الربع ديال الميزانية ديالها للتعليم والتكوين، هذا الشيء كيمشي كأنه ما كتخويه في الرملة. هذا خطير جدا. هذه النجاعة الاقتصادية لا تحترم. فبالتالي هاد الشباب اللي من هذه تقريبا 3-4 ديال العقود مازال ما عرفناش نتخاطبوا معهم. الشباب لا يعدو أن يكون إلا خطابا سياسيا، أما كبرامج إحنا القضايا التي ذكرتها وغادي ربما نطرقوا لها وحدة بوحدة. واضح. أستاذ العمراني بخبزة، في خطاب الملك محمد السادس قال بأنه رغم كل البرامج تبقى النتائج دون الطموحات التي نبتغي، ودعا إلى أمر أساسي جدا وهو توفير الجاذبية للاستقرار، حتى يكون طموح الشاب اليوم هو الاستقرار في المغرب، لأنه في العديد من الحالات في الواقع تجد الشباب يطمح إلى الهجرة أو الشباب الذي يدرس في الخارج لا يريد العودة.
هو هذا الموضوع هو مرتبط ما كان عنده تسمية فيما مضى هجرة الأدمغة و... لا نزيف هو نزيف حقيقي يعرفه العالم العربي بصفة خاصة الذي يدفع إلى الهجرة إلى الهجرة. المعالجة هو موضوع بمعنى ليس جديد، ولكن ما يحدث الآن هو أخطر ويجب أن ننتبه إلى ذلك. فيما مضى كنا نتحدث عن هجرة الأدمغة وأن الدول الأخرى تغري الأدمغة في دول العالم الثالث بامتيازات معينة، وبالتالي فيه هدر حقيقي لإمكانات مجتمعات في أمس الحاجة إلى هذه الأدمغة. نحن لا نمتلك البترول ولكن نمتلك الرأس مال البشري، وهذا الرأس المال البشري نحن في أمس الحاجة إليه لانطلاقة حقيقية في مجال التنمية. وزيد عليه إذا سمحتي لي، أن نحن كنكرسوا موارد كبيرة باش نكونوا بشحال تيطيح علينا مهندس في الإعلام في المعلوميات، وكتجي فرنسا دارت برنامج ديال التسريع ديال الاستراتيجية ديال الرقميات تأخذه جاهز. لا، إحنا كياخذونا الطب، كياخذونا الممرضين، كياخذونا المهندسين. دابا الآن إحنا كنشوفوا، ولكن علاش؟ لماذا؟ هذا هو الإشكال. إذا هذا هو التحول اللي وقع في هجرة الأدمغة. قبل كانوا كيمشيو المغاربة كيقراو تما وكيبقاو، ولكن دابا كتكون هنا وكيمشي كيتستقطبوا للخارج. ولكن شنو كيديو لك؟ زبدات خيرات ما عندك، يعني الفلوس ديالك. لا لا، خيرات ماشي غير اللي انفقتي عليه، اللي انت محتاج له في الاوراش اللي انت فاتح على المستوى العام. لان هاد الاوراش اللي مفتوحين شكون اللي غادي يدبرهم؟ لا ما كانش الخيره ديال اللي كاين كيمشيو على برا. الى درجه التحول لا، هنا الخطوره شنو فيما القطاعات اللي بحال اللي قال سي العساف، ما القطاعات اللي عندنا فيهم خصاص كبير، الطب، الهندسه، والاقتصاد المغربي في امس الحاجه ليه. هادو هما اللي كيمشيو، راه ما بقاوش كيمشيو لاي تكوين، كيمشيو سيبلي محددين. والاخطر من ذلك هو ان الجهات المستقطبه الان متعدده، ما بقاتش غير جهه واحده، ما بقاش مثلا غير دوله واحده هي اللي كتاخذ من المغرب. دابا ولا التعدد والتنوع اكثر من ذلك، الى درجه واحد الامر اللي هو اللي شارلو جلاله الملك، هو ان حتى اللي كيتكون تما ما كيرجعش. علاش؟ علاش ما كيرجعش؟ لان التحفيزات، نعطيكم غير مثال مثلا على مستوى التجنيس، على مستوى التجنيس خصنا نعرفوا ان هاد النخبة اللي كيتم استقطابها يتم تجنيسها في ظرف قياسي بالنسبه للنموذج الفرنسي على سبيل المثال في ظرف سنتين. الملك محمد السادس في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب يدعو الى تغيير الشروط التي تدفع الى الهجرة، او الشروط والظروف التي تجعل الشاب الذي يوجد في الخارج وتلقى تكوينه في الخارج لا يعود الى وطنه. الجانب ديال القطاع الخاص، نعطيو مثال الجانب ديال القطاع الخاص. القطاع الخاص المغربي الان معول عليه بشكل كبير، ولكن على مستوى الاستقطاب واش كيقوم بعمليه الاستقطاب؟ لا، الى درجه مثلا كنلاحظوا الازدواجيه والتمييز ما بين الكفاءات المغربيه والكفاءات الاجنبيه. فعلا فعلا عند القطاع الخاص للاسف الشديد. شو هذا الشيء اللي كيقوله الاستاذ متفق معه. دابا اللي واقع دابا احنا هذا جزء من الاشكاليه ديال الناس اللي تكونوا مهندسين، خسرنا عليهم فلوس كبيره لانه ملايين الدراهم يعني تخصص باش نكونوا ذاك المهندس ولا ذاك الطبيب الى اخره، ومسار طويل. ماشي هذه راه اكثر من الفلاحه. الفلاحه كتغرس الشجره خصك 5 سنين، هذا السيد راه كتقري 10 سنين وكيدير اختصاص كيمشي لتما عامين كيديوه، ملي كيديوه يعني التحفيزات كاينه. احنا الاشكاليه اللي مطروحه من غير دابا هذه المساله هذه الشباب، هذه ملائمه التكوين بالتشغيل في خطاب الملكي شنو كاين؟ تيقول لك اودي كاين دابا مقاولات اللي هي داخله في اطار التنافسيه العالميه، دخلت لواحد الصناعات جديده دقيقة. جديده ومهمه ما تلقاهاش في السوق ولا تجد. سناتي الى هذه النقطه، وهذه مهمه في الواقع، البحث عن كفاءات ولا تجدها في السوق. إيه، ولكن في نفس الوقت عندك ناس اللي كيهاجروا. استمحكم عذرا مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وناخذ موجزا اخباريا لنواصل هذا البرنامج الخاص، ابقوا معنا.
مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد إلى هذا البرنامج الخاص الذي نبثه لكم بمناسبة خطاب الملك محمد السادس الذي ألقاه قبل قليل بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب. نواصل معكم أستاذ العساوي، كنا بصدد الحديث عن مسألة تشغيل الشباب كونها مسألة استراتيجية وإشكالية في المغرب. الملك محمد السادس دعا إلى مراجعة جذرية لاستراتيجيات التشغيل وبرامج التشغيل الشباب. هذه الإشكالية هذه صراحة أولا أريد أن أنصص على أنه هذا الخطاب فيه واحد النبرة ديال الصرامة، لأنه يكفي الحديث عن أننا كنعطيو توجيهات ولا تنفذ. الآن هذه برامج عملية، استراتيجية إدماج الشباب عندها مداخل. مراجعة هذه الآليات هذه احنا عرفناها من قلت لك من التسعينات ديال القرن الماضي الى الان. خلقنا صندوق النهوض بيد تشغيل الشباب، خلقنا صندوق كذا، واحد العدد ديال الآليات ذهبت كلها سودة. اين المشكل؟ المشكل بصراحة هو اولا في حكامة تسيير هذه السياسات، لانه حتى لما يمكن نرجعوا بالذكرى بالتذكر ديالنا لهذه السياسات هذه كنلقاو على ان الاهداف ديالها نبيله ومزيانه الى اخره، ولكن في التنزيل عندنا دائما الاشكاليه ديال عدم التقائيه هذه السياسات العموميه. مثلا ملي كنقولوا غنديروا صندوق النهوض بتشغيل الشباب او مثلا قروض الشباب الى اخره، قروض الشباب ما عمرها ما تعدات ملي كيتصوبوا. اولا كاين المحسوبيه، وكاين مثلا غير فلان وفلان واللي كيمشي، ما كاينش المجازفه، الابناك ما قامتش بالدور ديالها كما يجب. الشاب اللي كيكون جاي من وسط قروي او من وسط بسيط جدا كيبغي ينشا مقاوله ديالو، تيقولوا له خصك سيدي يكون عندك العقار، يعني المحل فين غدير الشغل ديالك، او لا كيقول لك سير جيب لي 10% من هذه. يعني كيفاش بغيتي تسهل على هذا الشاب اللي ما عنده لا مرجعيه، ما خدمش في شي موضع اخرى وعنده فكره انه يشتغل؟ هادو المراجعات الاساسيه اللي خصها تكون. طيب. وهذه المراجعات سمح لي لا بد انه جميع ما نبقاوش في المساطر، ما نبقاوش حبيسي المساطر، نشوفوا بعدا شنو هو الهدف. فالشباب لا يحتمل المساطر الإدارية الثقيلة اللي ما عندها حتى شي معنى، نمشيو مباشرة أشنو كاين دابا. الآن التوجه واضح، يعني الإجراءات خصها الدار. علاش؟ لأنه قلت لك هذا خطاب قلت في الأول من جيل جديد، معناتها بأنه كنمروا من أن الملك يعني من خلال اختصاصاته كيعطي التوجهات، الآن مشى معك للبرامج، تيقول لك سيدي نفذ في هذا الاتجاه وماشي في هذا الاتجاه. طيب معنى ذلك، ما دمت تقول ذلك، معنى ذلك أيضا بأن السياسات المتبعة، السياسات العمومية في مجال تشغيل الشباب أثبتت فشلها وإفلاسها، ما دام اليوم الملك محمد السادس يدعو في خطاب إلى مراجعة شاملة من أجل لنقول فتح أفق جديد للعديد من الشباب والآلاف من الشباب، أفق جديد نحو تشغيل، الأمل في المستقبل، الثقة في المستقبل. هذه كلمات رمزية لكنها وازنة. بالفعل ربما أن الحديث بحرقة لأن واضح. بشكل واضح، لأن نتصور في الخطاب الآخر ديال عيد العرش كيتحدث على الشباب والمجال السياسي، كيفاش أن ما كنسمحوش للشباب، كنفروه من العمل السياسي. هذا جانب. الآن هناك سياسات عمومية تعملت وفيها اعتمادات مالية كبيرة ودراسات تنجزت، ولكن في آخر المطاف الشباب في الهامش، لأن كنهضروا كنتحدثوا حاليا على اش من نوع من الشباب اللي خصنا نواجهه. كاين الشباب ديال العالم القروي عنده احتياجات خاصة، الشباب ديال هوامش المدن عندهم احتياجات خاصة، لأن ما يمكنش نتعاملوا الآن مع الشباب كفئة واحدة، لأننا في الأصل خلقنا جزر ما بين الشباب. أنا نعطيك مثال المجالات، ولكن تطلع واحد تطلع هذا هو الأصل، لأن شنو اللي كيجمعهم في آخر المطاف؟ لأن حتى بالنسبة للتعليم، فشل التعليم عنده أوجه متعددة، فشل التعليم لأن عندنا التعليم الخاص والتعليم العمومي، الإكراهات اللي حدث أو الوضع الشاد اللي حدث
كاين ناس اللي كنعطيهم فرص انهم ممكن يمشيو للمستقبل وفاس, وناس اللي كنحكموا عليهم من البدايه من المنطلق كنحكموا عليهم انهم لا مستقبل لهم. كذلك عندما نتح الان في التوجه نحو التعليم العالي الخاص والتعليم العالي العمومي كنكرسوا نفس, فبالتالي كنحسوا في الخطاب شنو, كنحسوا في الخطاب ان هناك ناقص خطر, ان ما يمكنش نستمروا بنفس الكيفيه لان غادي تؤدي بنا نفس النتائج الكارثيه اللي انت استاذ جامعي, انت استاذ جامعي, هل اليوم المؤسسات التعليميه مؤسسات التكوين العالي قادره على ان لنقل تتكيف مع الضروره التي يفرضها الزمن الراهن؟ نعطيو مثال, كاين 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 تحولات كتوقع مثلا الاهتمام بالتكوين المهني, راه كان في واحد الفتره راه كان التكوين المهني فقط الناس اللي فشلوا في التعليم. صحيح, كان دابا دابا شنو دابا التكوين المهني ولا مطمح بالنسبه للكثير من حاملي شهادات البكالوريا. هذا توجه جديد هادشي اللي بغينا نمشيو, راه عنده ارتباطات. غير الارقام الان في الجامعه المغربيه راه فيها اكثر من 900 الف طالب وبالنسبه للتكوين المهني راه فاتوا 600 الف. شنو كيعطي لنا؟ كيعطي لنا واحد الصوره بلي ان التكوين المهني من تعطات ثقة الخريجي التكوين المهني ولا الشباب المغربي يقبل على التكوين المهني. هذاك الشيء دابا شوف الملك ملي تكلم كيتكلم على ضرورة إعطاء التكوين المهني اهتمام جديد بالموازاة معاياش. عندنا استراتيجيات قطاعية, عندنا المغرب متقدم جدا في مجال ديال الطيران, الالياف البصريه, في التكنولوجيات الدقيقه, صناعه السيارات الى اخره. تبين بانه الاستثمار اصغر استثمار في هذا المجال كيعطيك نتائج مباشره. علاش؟ ان المده ديال التكوين قصيره وناجعه وفعاله, وملي كيتم يعني التدبير ديالها بشكل عقلاني كتعطي نتائج. فهو دعو الان الى لاحظتي على انه اولا عين مسؤوله جديده على على على, على المكتب التكوين المهني, يعني ما بقاش فراغ على مستوى رئاسه هذه المؤسسه. ثانيا قال على انه صندوق الحسن الثاني اللي هو اللي هو مخصص لياش لتمويل المشاريع استراتيجيه, طنجة المتوسط, طرق السياره, غادي استثمارات. شنو غندخلوا هذه الاستثمارات فاش؟ في جيل جديد من مراكز التكوين, ما بقاش كنصوبوا حنا غير داك التريسيان ولا الميكاسيان الضعيف جدا. غنكونوا ناس بحال ما ذكرتي صناعه السيارات, كاين واحد الوحده في الدار البيضاء نموذجيه بتعاون مع كوريا الجنوبيه, مهم جدا تسيروا ما بين بتشارك ما بين القطاع الخاص, يعني من القطاع الخاص يعني السجوام والكوريين والإدارة المغربية ديال التكوين المهني. هادوك عندهم صفر بطالة. الشاب تيدخل من البكالوريا إما في المعلوميات ولا في الماتيماتيك ولا في كذا, تيدخل تيتكون وكيخرج خبير في المجال ديال صناعة السيارات. هذا الشيء اللي احنا محتاجينه. هذه المنطقة ديال الصناعة الحرة اللي كاينة دابا هنا في طنجة ولا اللي غتكون في الناظور ولا اللي غتكون في نواحي الدار البيضاء, هادو خصهم هذه اليد العاملة المكونة بهذه الطريقة, ولا تتطلب أننا نجلسوا عندنا واحد المسار تعليمي ديال 15 عام عاد نوجدوا واحد. لا سيدي, احنا غنوجدوه في 3 سنين في عامين. كاين حاجة أخرى, الناس اللي تكونوا في هذه الاختصاصات اللي هضر عليهم الملك محمد السادس عندهم مشكل, كيتخرج عنده ليسانس, كاين اللي عنده اكثر من ليسانس, عنده الماستر الى اخره, ولكن عاطل. علاش؟ كاين سيدي ما في التاريخ او لا في الجغرافيا او لا في بعض المواد ديال العلوم الاجتماعيه. صحيح, على اهميه هذه التخصصات. لا, لكن بلاتي بلاتي المشكل ديالها نظرتنا احنا ليها, لان كتعرف بانه مثلا الصناعات الثقافيه من احسن القطاعات التي تولد الشغل. صحيح, في العالم. الا حنا في المغرب كنعتبروا بان داك السيد معطوب. شنو اللي كاين من البرامج اللي كانت موجوده ولكن لم تفعل ولم تشغل بفعل, يعني ما يسمى يعني تحجر العقل الاداري, هي ما يسمى برنامج التكوين من اجل الادماج. كتساهم فيها الدوله, كيساهم فيها هذا القطاع الخاص. هذا شنو وقع لنا؟ وقع لنا في واحد الفتره تكونوا شي ناس ودار لهم إعادة التكوين, ودابا سيد في الفلسفة كيجيو تعلموا شوية ديال المحاسبة إلى آخره. نهار تيتخرج التكوين اللي داروا له بهذاك التكوين الإضافي كان معطوب,
وملي خرج ما لقاش فين يخدم، ومن بعد سمجاته هو كيدير سميتو كيدير وقفه احتجاجيه امام البرلمان ليطالب بحقه في التشغيل ما دام انه استفاد من تكوين اضافي. فشو العبث كي داير اليوم؟ نجر وراءنا الكثير من البرامج التي اشار اليها الاستاذ العيساوي، الكثير من المخططات من اجل انعاش التشغيل، تكوين، لنقول تكييف التكوين لحاجيات سوق الشغل. هل من اليسير اليوم ان نضبط البوصلة على تكييف ناجع للتكوين مع ما توفره سوق الشغل من فرص؟ هو بالفعل هو أنا ربما هذه الملائمة هذه مش مطروحة اليوم، ليست جديدة هذه المعادلة هي قديمة، ولكن احنا بالنسبة لكن تحقيقها لا، هو اللي وقع لم يتم لحد الآن. لا ولكن طبيعة الاقتصاد المغربي راه تغير بشكل كبير. أدعوت كخصنا نأخذه بعين الاعتبار. هيكل الاقتصاد الوطني تغيرت بشكل كبير. ما 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 كناش كنتحدثوا على صناعة ديال الطائرات والسيارات في المغرب والألياف، ما كناش كنتحدثوا عليها. كان في الفلاحة والمجال الصناعي ديال الغذاء التكستيل، النسيج هو اللي كان والوظيفة العمومية. هذا كان لا هي الوظيفة العمومية. سمح لي نقول لك من 81-82 هاد القصة انتهت في 83 على التقويم الهيكلي. شوف هذه القصة انتهت علاش؟ لأنه الدولة اختارت واحد السياق. الدولة ما كتخلقش أكثر من 20,000 ولا أقل، لا يا ربي 2500 منصب شغل قارة كل سنة. لكن في بالتالي القطاع الخاص لا غير نعطيو أرقام، نعطيو أرقام. سوق الشغل المغربي ماذا يطالب؟ كيطلب منك كل سنة تخلق واحد 200-250,000 منصب شغل. شكون اللي كيخلقها؟ القطاع العام. لا يمكن نحن أن نزود بالكاد 120,000 تقريبا. لا لا القطاع الخاص، لا القطاع الخاص للتخطيط، القطاع الخاص كيوجد تقريبا 80-100,000 ولكن بشكل يعني دوري، ماشي دائما كيبقى في الساقرين. كاين اللي كيغادر، كاين اللي كيرجع الى اخره، فكيبقى واحد الخصاص. كيولي عندنا واحد المخزون ديال الناس. دابا الاشكال اللي هضر عليه الملك هي انه عندك مخزون ديال 400-500,000 شاب حامل للشهادات وتصرفت عليه فلوس، وهو الراس اللي وصل ل 45 عام وما زال تيدير الاعتصام امام البرلمان ويطالب ان يشتغل في القطاع العمومي. تفضل استاذ العمراني. لذلك فبالنسبه لهذه الملائمه ما بين التكوين وسوق الشغل خصنا نراعيو فيه المستجدات اللي وقعت اللي حدثت على المستوى ديال الاقتصاد الوطني. هذا جانب. الجانب الثاني هذا ما كيعنيش انا ما تبدلش مجهود، لا راه تبدل مجهود. مثلا بالنسبه للجامعه المغربيه دخل فيها التكوينات الممهنه ليسونس بروفيسيونيل، الاجازات المهنيه باش ندخلوا، ولكن الوتيره مرضيه. الوتيره لان في البدايه كان تعثرات، في البدايه كان تخوف الافق لان ما كانش واضح. الان ربما التوجه نحو التكوينات الممهنه وقع عليه اقبال. نعطيك مثال، راه كاين واحد الاشكال اللي خصنا نهضروا عليها. لا غير قولوا لنا، نقول لك انا عندي واحد الاضافه. لا غير شنو اللي كان واقع حنا عندنا؟ حتى ملي مشينا كنعملوا التكوينات الممهنه ما كنعملوهاش بالتنسيق مع معنانا معناتها لا معناتها كتكون واحد الانسان باش يخرج يخدم بلومبي تريسيان. لا انا كنهضر مثلا على الجامعه، خلينا دابا نتكلم على الجامعه. سنتي الى هذا اساسي، سنتي لهذا المهن. لان في الجامعه المغربيه لان هي اللي كانت متهمه وبقى لحد الان اكثر من غيرها بتفريخ العاطلين. تفريخ العاطلين. شنو هما الاليات اللي تعطاو؟ الاليات اللي تعطاو، لان اولا خصنا نذكروا واحد النقطه، وهو انتقلنا في الجامعه المغربيه من تكوين بالكيف الى تكوين بالكم. راه انتقلنا من 300,000 ل 900,000، وراه الافق راه مليون وشي ديال الطلبه اللي غادي يكونوا في السنه الجامعيه المقبله. فبالتالي هذا التحول كان تخوف لدى حتى الاساتذه، حتى الاساتذه كان عندهم تخوف من احداث تكوينات ممهنه. في الاول الاقبال عليها من قبل الطلبه، شكون اللي كان كيمشي للتكوينات الممهنه؟ الناس اللي سالوا الاجازه وما عندهم ما تقبلش في المصدر، ما تقبلش في المصدر، اش كيعمل؟ كيقول غادي نبقى جالس اري نرجع نعمل اجازه مهنيه. وبالتالي حتى ديك القيمه النظره للاجازه المهنيه ما كانش. دابا شنو وقع؟ دابا شنو وقع؟ دابا ولا الاقبال على الاجازه المهنيه بشكل كبير، والعدد لأنها طريق مختصر نحو المهنة، نحو المهنة، لأن بدا الإقبال. مثلا نعطيكم غير مثال، لأن كنعرفوا مثلا التكوين في اللوجيستيك
مثلا جديد ما كانش، ولكن ما بان مثلا بان البورميد وما بان وبانوا المناطق الصناعيه والمناطق ديال اللوجيستيك، بان باللي ان كاين شركات او مقاولات هي فيها مس الحاجه الناس مكونين في مجال ديال اللوجيستيك. اذا شنو الطلبه بدا كيلاحظوا ان الطلبه الزملاء ديالهم تم التوظيف ديالهم. ثم النقطه الاخرى اللي ان شاء الله جلاله الملك هي جد مهمه، الجيل الجديد من مراكز ديال التكوين حسب حاجيات الجهات. هذه اللي ما هذه النقطه، هذه النقطه اللي ما خدامينش عليها، ما كنشتغلوش عليها. لا عرفتي شنو واقع؟ لا سمحتي لا سي محمد، شنو اللي واقع؟ وقع انه التكوين المهني لان فيه واحد النظره مهمه جدا. يعني ملي تصاوب وداروا له مكتب وعطي الامكانيات ضخمه اللي دارت، ولكن من خرجوا هذه الطريقه ولينا كنديروا واحد الاطار عام، حل هذه في ورزازات، حل هذه في مراكش، حل هذه في كذا، بدون اخذ على الاعتبار هذه المساله. هذه ثاني شيء، كتمشي انت لواحد التخصص ما كتلقاش حتى المؤطرين. انا نعطيك مثال، عندنا واحد الاشكاليه كبيره، نسبه التعطير في القطاع ديال الفندقه وديال يعني وديال السياحه بصفه عامه لا تتعدى 3%. هذه معروفه عند المهنيين. علاش؟ اولا لان ما تنكونوش الناس ما كافينش، وملي كتمشي تقلب كنجي نحفروا شي شويه اش كنلقاو؟ كنلقاو بان حتى دوك الناس اللي غيكونوا في هذوك المهن ديال الفندقه وديال المطاعم ديال كذا ما عندناش. الى حد وتخيل معايا الى حد اننا المؤطرين والمكونين بداو تيفكروا يجيبوهم من الخارج. وشو يعني حنا نتحدث عن اطلاق جيل جديد من مراكز التكوين المهني وامكانيات جديده تضخ من صندوق الحسنه الثاني، وهذه اشاره قويه. مساله التكوين دائما كانت مرتبطه بالامكانيات، هل لا لدينا لا الامكانيات لا الكافيه؟ لا شوف لا صراحه من اجل ضمان نجاعه برامج تكوين لنقول أنا متناسبة متلائمة مع سوق الشغل. أنا هذا يعطي ضمانات. أنا أعطي جوج ديال الحوايج على المسألة ديال الإمكانات. في كثير من الأحيان نحن لسنا في ليس لدينا خصاص على مستوى الإمكانات. هناك بعض في كثير من الأحيان غياب رؤية واضحة. ما كنعرفوش شنو باغين صراحة. ما كان ولا المسؤولين السياسيين ما كيتفقوش عليها. رابعة شي مرات غير الصراع على الاختصاصات ما بين الوزير والوزير المنتدب وكاتب الدولة كتخلق لك والوكالة الوطنية والإدارة وده. وبحال دابا المكتب التكوين المهني اللي كيمولاك انت يقول لك انا بوحدي انا ربكم الاعلى وما يهضر معايا حد، في حين انت عندك وزير اللي هو مكلف باستراتيجية بحال اللي كتقول انت، اللي مفروض انك انت كوزير مسؤول في الدولة المغربية تكون عندك تصور اللي كتقاسمه مع كاع ديك السلسلة اللي معاك. فهذا الشيء ما كنلقاوش، ما كانش كنلقاو الممالك، تلقاو كل واحد وكيقرا في لوحته. هذا من بين الاشكالات. لذلك فقلت بالنسبه لنا حنا ملي كنقولوا التكوين على المستوى ديال الجامعه المغربيه حاليا، من تقلنا من الكيف للكم، ما تحدثناش على واحد النقطه راه ربما ان في التقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات شار لها، وهو المخطط البرنامج الاستعجالي. أيوة. على باش كنقول على المساله ديال الامكانيات، البرنامج الاستعجالي ملايير الدراهم، اكثر من 30 مليار درهم. لا واد من المال، لا تنقولهم ذكرهم بالارقام. عندك سيدي 243 مليار ديال الدرهم كانت خصت للقطاع ديال التعليم، 12 مليار شحال تونجاجا فيها؟ بلاتي 12 35 مليار. وشحال اللي تخلصت فيها؟ 27، بمعنى الباقي فيه مشى، ما كنكملوش البرامج، ما تكملش البرنامج الاستعجالي. فهمتي؟ هذا الجانب، بمعنى ان كنوفروا في كثير من الاحيان كنوفروا الامكانات ولكن ما كنحققوش الاهداف. طيب كاين الوضع الثاني، كاين الوضع الثاني، كاين الان الجامعه المغربيه تعيش ازمه حقيقيه على مستوى الاقتضاد، مستوى ديال التاثير الاداري والبيداغوجي منخفض بشكل كبير. طيب يمس بجوده التكوين في المغرب. طيب نعم، اريد فقط ان نفتح قوس بشأن نقطة مهمة جدا. صحيح أنه من المهم جدا مسألة التكوين المهني، وأشار إليها الملك محمد السادس في الخطاب، هي قطب الرحى بالتأكيد. الملك محمد السادس أكد على ضرورة تحفيز الشباب، سواء تعلق الأمر بالمستفيدين من التكوين المهني أو الحاملين لمشاريع، تحفيزهم على خلق المقاولات الذاتية. الاقتصادات اللي نقول الناشئة وحتى الناجحة والناجحة تقوم بالأساس على تشجيع المقاولة الذاتية. اليوم الكثير من العراقيل تقف أمام الشاب الذي يريد
أن يطلق مبادرة. خليني نقول لك بعدها واحد المعلومة. تفضل. هذه القضية ديال وضع ديال المقاول الذاتي اللي هي واحد النظام جيد جدا كان في فرنسا والمغرب اعتمدوا جيد جدا، كيسمح لواحد السيد ربما يكون حتى كاع متقاعد ولا يكون عنده صنعة يمشي يتسجل في هذاك النظام، كيعطيو له واحد البطاقة كيدير الفوتارة كيدير الفاكتورة حتى هو وما تيخلصش الضريبة على القيمة المضافة وتيخلص واحد النسبة ما بين واحد ولا 2%. شحال ديال المغاربة اليوم اللي يمكن يشتغلوا بهذه الطريقه ويخرجوا من ذاك النظام ديال نخلصني من تحت الطبله ونخلصك؟ شحال الناس كيعرفوها. لكن ماذا يمنحهم مثل هذا النظام؟ هذا النظام يمنحهم اولا النظام المقاول الذاتي. النظام المقاول الذاتي كيجعلوا انه يتنظم، يعني هو بنفسه كيولي مثلا واحد ميكانيسيان، واحد كيجي يخدم تريسيان، واحد ولي اولا يقدر يخدم مع الشركات كيدير الفاتوره. صحيح. كيدير الفاتورة كيولي معترف به كيولي ما وكيمكن له هو يستفيد حتى من تغطية صحية لما كانش عنده. فبالتالي هذا نظام اللي كنقولوا حنا إخراج الناس من القطاع غير المنظم للقطاع المنظم ماشي غير باش ناخذوا منهم ضريبة، الضريبة بعدا اللي كياخذوا منهم قليلة، ولكن هي كيجعلوهم على الأقل يتحولوا في عقلهم وفي منطقة الاشتغال ديالهم من هذاك النظام غير المنظم لواحد النظام اللي منظم اللي من بعد يقدر هو يولي مقاولة قائمة الذات حتى هي كتخلص الضرائب إلى آخره. فهاد الشيء اللي كيطلب الملك تيقول لك أودي نفتحوا لنا، شوف تشغيل الشباب والاعتناء بهم راه ماشي خطاب، يجب ان لا يكون خطابا. هذه هي الصرامه اللي انا لمست من خلال هذا الخطاب هذا. تفضل استاذ العمراني. مساله خلق المقاولات والتشغيل الاجتماعي امر يسير في البيئه والمناخ المغربي؟ هو صراحه باش هو مرتبط بالتعليم، لان التعليم هو كنعطيو واحد العقليه، كنتجو واحد عقليه معينه. العقلية اللي كنتجوها في الجامعة المغربية وفي التعليم بصفة عامة هي عقلية الأجير الموظف بشكل فعلا. هذا هو الإشكال الكبير اللي لأن أنا عليها باش قلت قبيلة راه ماشي مسألة إمكانات، أنا مضمون ماشي مسألة إمكانات القطاع العام، هي القطاع العام غندخل حتى مسألة التفكير الذهنية كيفاش الإدراك العام. حنا في التكوين ديالنا كيفاش نكونوا الشباب اللي ممكن انه تعطيه وظيفه ما يقبلهاش، ما عنده ما يعمل بها ويمشي للمبادره الذاتيه. ونقول لك غير واحد الحاجه صراحه باش نكونوا واضحين، الوظيفه العموميه ما راه ما بقاتش تغري، لان التكاليف ديال المعيشه ديال في المغرب راه ما بقاش الموظف انه يستطع له، راه دابا سلم 10 كيقبض 4600 درهم، كتلقى واحد السيد عنده حرفه تيمكن له يصور 15000 درهم. ولكن ما ننساوش واحد الحاجه، الولوج الى القروض صعب جدا بالنسبه للولوج الى التمويلات، الولوج الى التعطير المهني. السي العيساوي انا هنا كنقول الذهنيه ولا العقليه اللي كخصنا نتجو من التعليم كخصنا كيفاش ارباب المقاولات عند ارباب الابناك كيفاش كل شيء، هذا جهد جماعي. هذا داكشي اللي كنقول كيفاش كخصنا نتجو في اخر المطاف الشاب تفكيره هو مرتبط يؤمن في التنشئة ديالو، كيفاش غادي نوصلو في آخر المطاف أنه يؤمن بالمقاولة الذاتية، يؤمن بها ما يبقاش عول على هذيك. كخصنا نوصلو له هذه الفكرة، لأن ديك الصورة اللي معطية على الموظف ونمد له يد العون. إذن كخصنا باش هذاك لا أنا خصنا نعاونوه عرفتي كيفاش أن يمضي إلى الأمام. لا هذاك خص هذا برنامج متكامل مي كنقول انطلاقا من التكوين كخص الاستمرارية والمواكبة ديالو. هذا الدور ديال مثلا حاليا الدور ديال المراكز الجهوية للاستثمار لا خصو يمشي في هذا الاتجاه. مثلا نعطيك مثال، طيب واحد الشاب درنا فيه ثقة وعطينا واحد التمويل، كاين دابا كاين بعض الأبناء كتقوم بجهود باش تعاون هذوك المقاولات الصغيره، ولكن يعني في واحد الحدود 50000 درهم باش غدير بها؟ لكن ليس هذا هو الاتجاه، ولكن لا الاتجاه العام هو هذا الحذر من ذلك المقاول الذاتي الذي يحمل المشروع قد لا ما كاينش اللي يتبعوه، ما كاينش اللي يتبعوه. يعني التجارب الموجوده حاليا هي صغيره جدا ومحدوده في الزمان وفي المكان ولا تعم الكل. فمثلا في دول اخرى، مثلا نعطيك مثال دوله اللي هي الام ديال الليبراليه هي امريكا، كتدخل واحد المشروع بالفكره
لما البنك تيلمس عندك اولا الفكره والجاهزيه وبان راك واجد تعطوك القرض كتبدا خدام. اذا تبين على واخا دير افلاس اذا تبين لهم بانه الافلاس كان موضوعي كيسدوا هذيك المقاوله وكيعاودوا يعيطوا عليك اجا الشريف مازال عندك شي فكره اخرى يمكن تمشي تدخل بها للسوق ما كيطلقوش منك ولا تذهب الى السجن. حنا لا تذهب الى السجن لا ماشي لا بدا ماشي لا بدا وعد لكن قوانين وعد حاجه اخرى ربما ورد في الخطاب الملكي ما كاينش بشكل كبير لا الديون العموميه لا بقى هذيك مهمه لا حتى في عام مقاوله المقاوله الذاتيه على المؤسسات العموميه والجماعات انا اكد عليها انا اقول لك في هذا الجانب هذا نعملوا احصائيات ونشوفوا شحال من المقاول الذاتي مشى للسجن ماشي غير الافلاس مشى للسجن علاش مشى خدم بواحد بونت كوموند مع اداره عموميه مع الجماعه مع الجماعه مع الوزاره لان العمليه ديال الاداء بالنسبه مع الاداره العموميه مسطره طويله ماشي في بعض الاحيان كتقول نسمح وما بقاش تابع لا ولكن نقول واحد القضيه بغيت انا تقال هي في هاد الطريقه ديال تفويت هاد الطلبات العروض وهذا كاين واحد الجانب كبير ديال الرشوه خدام راه نقولوها بوضوح لا كاين ما كتمشي باش تاخذ واحد لا ماشي طلب بالدو يسمى بطلب العروض طلب العروض ولا كاين فيه مشاكل هاد القضيه هذه الناس واحد المقاوله صغيره ما عندهاش حتى 10 مليون فراس مالها دارت واحد البرنامج مع واحد اداره معينه سواء جماعات ولا كذا كيتعطلوا عليه بواحد العام ولا عام ونص هذاك مباشره كيمشي للحبس صراحه علاش تبيعوا له حوايجه وتبيعوا له كل شيء هذا ماشي معقول هو كيكون عاطي الشكات باش يؤدي وعد اضافه لذلك مي كنقولوا هذا النوع ديال الصفقات لما كتعطى في الاصل في اطار الصفقات العموميه كخصها تكون موجهه كذلك لهذا النوع من المقاولات المقاول الذاتي باش كتشجعوا لانك خصو يكون عنده جزء حتى هو يحصل على جزء من الاستثمار العمومي عليها باش قلنا انه هو ماشي اجراء واحد لانه اذا لاحظتي بالنسبه للخطاب الملكي راه ما كيهضرش على اجراء واحد ماشي عصا سحريه كيهضر على جمله من سنواصل في هذا النقطه تحديدا وسنمضي ربما ايضا الى القطاع المهيكل غير المهيكل لانه هذه الظروف تؤدي الى القطاع غير المهيكل سناتي الى ذلك فقط نورد هذا الخبر الذي ورد قبل قليل تراس الملك محمد السادس اليوم بالرباط مجلسا وزاريا تمت خلاله على الخصوص المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية ذات البعد الاستراتيجي وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية وينعقد هذا المجلس الوزاري في سياق خطاب العرش الأخير الذي حدد فيه الملك محمد السادس القضايا ذات الأولوية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ودعا فيه إلى مزيد من التعبئة والروح الوطنية والثقة بين الفاعلين قصد التجاوب المستمر مع مطالب وحاجيات المواطنين بل واستباقها تقديم أجوبة محلية وفعالة. وفي بداية أشغال المجلس قدم رئيس الحكومة ووزير الداخلية عرضا حول التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال لا تمركز الإداري وصادق المجلس الوزاري أيضا على مشروع قانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي كما صادق على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية كما عين الملك محمد السادس عددا من الولاة والعمال بالإدارة الترابية والمركزية وكذا مجموعة من السفراء وعين الملك محمد السادس مديرة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومدير الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء كان هذا الخبر الذي ورد قبل قليل أستاذ إدريس العيساوي كنا بصدد الحديث عن عراقيل المقاولة في المغرب والتي تقود العديد من الشباب إلى التخندق في القطاع غير المهيكل الملك محمد السادس في خطاب اليوم خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب دعا إلى وضع آليات لإدماج القطاع غير المهيكل ولكن سنعرفوا واحد القضية بسيطة جدا كتلقى واحد الشاب عنده ليسانس عنده ماستر عنده كذا طرق الأبواب كلها ما عندوش الوسائط ما عندوش اللي يخدمه ما عندوش كذا مباشرة شنو هو القطاع غير المهيكل كيولي يبيع ويشري إما في الخضار والفواكه إما كيمشي يجيب السلع اللي هي مسموحة واللي غير مسموحة ويبدا يبيع فيها يعني ما كيستغلش حتى ديك المعرفة اللي عنده هو في هادشي فهو في وسط هذا القطاع كمهتم بالاقتصاد القطاع غير المهيكل اليوم في المغرب
يطرح فرص للشباب أكثر مما يمكن أن تتصور. إدماجه يطرح، لا دابا أعطينا غير أرقام قبيلة، قلنا على أنه القطاع الخاص يؤمن تقريبا واحد 80 ألف منصب شغل يعني بالكاد، البقية راهو القطاع غير المنظم. داكشي اللي على 250 ألف اللي بقات راه كله قطاع غير منظم، سواء في العالم القروي وفي المناطق اللي هي قريبة من المدن إلى آخره. هاد الناس عندهم أنفة، ما غيمشي ما يمدش يدو يمشي يسرق. هاد الانسان تيقول لك انا غنمشي نصور خبزي مثلا، جا العيد خصو يمشي يخدم. هاد الشيء ما عمر شي واحد ما جا تيخاطب هاد الناس تيقول له عندك فكره. راه الافكار ديال المشاريع كيمكن تكون صغيره قدك، لكن الى لقينا التعطير ولقينا التمويل ولقينا المواكبه كتولي مشاريع حقيقيه، وتيمكن يوليو يديروا المناوه يعني لا سوتريتونس، المناوله من الباطن مع شركات كبيره الى اخره. هذا الشيء حتى القطاع الخاص خاصو يتحمل فيه مسؤوليه، خصوصا وان حتى في الخطاب الملكي قال بانه خصنا نديروا واحد الاتفاقيه جديده مع المقاولات المغربيه ومع هذا الشيء ديال التكوين، وخصوصا هذيك الندوه الوطنيه اللي خصها دار على التشغيل، اللي راه كانت دارت واحد الوقت، ولكن مع الاسف بقينا على مستوى الخطب. الان جات مرحله الحسم، وهي ان ندخل مباشره في التنفيذ. استاذ العمراني، هل من السهل اليوم ادماج القطاع غير المهيكل؟ يقولون بان حجمه كبير، بان العراقيل التي تقف دون ادماجه، دون ادخاله في لنقول الدوره الاقتصاديه الرسميه، امر صعب. هو ليس، هو كاين واحد نوع من الممانع اولا عند القطاع غير المهيكل، لانه باش تدخل القطاع المهيكل الضريبات كيف مكداج، لان كنخافوا، لان مجموعه ديال الامور حنا باقا ما عندناش واضحه. هل السياسه العموميه تمنح ضمانات الفاعلين في القطاع غير المهيكل؟ كخص نشتغلوا عليها. لان علاش؟ لان مثلا هي غير في بعض الحقوق، مثلا بعض الحقوق غادي تدخل من الغير المهيكل للمهيكل، تبيع في واحد غادي تدخل مثلا غادي تعطي، بغيتي التغطيه الصحيه انت في قطاع غير المهيكل، خصك غير تسجل، ما نمشيش نتسجل. كنخاف انه اذا مشيت نتسجل غادي يجيبوا لي الضريبه. شوف حتى المفارقه اللي كاينه، مجموعه من الحقوق كنتخلاو عليها، واللي هي ربما ما عندها علاقه بداكشي اللي كنفكروا فيه. الدوله مثلا كتخلق مجموعه، مثلا التكوين، مثلا غير في التكوين كتكون حملات لاستقطاب مجموعه من الشباب للتكوين في مجال معين، مجاني ومدعم الى غير ذلك. لا يقبل عليه. علاش؟ لان كيخاف، كيقول لك انا واذا مشيت راه غادي نتسجل، مي غادي نتسجل راه غادي يجيبوا لي الضريبه. انا عندي، وانا بالنسبه لي كاين اشكاليه اساسيه وهي تواصليه، ما كنخبروش الناس. انا قلت بحال دابا نظام المقاول الذاتي، الا درنا واحد استقصاء راي دابا مع الناس شحال اللي تعرفوه، والله ما كاين، ما تلقاش وقيلا اكثر من 10% في هاد الناس اللي هما اللي الامر تيهمهم معنيين به. وهذا النظام هذا النظام راه ما فيه والو. ولكن كاين حاجه اخرى الا سمحتي لي، هاد القضيه ديال الخوف من الضرائب خصنا نحيدوا هاد المشكله هذه، نقولوا شكون هما اللي الناس ملزمون في الضرائب، وعلاش الضرائب كيصلاحوا، ماشي غير نديروا حنا الضرائب غول غيجي ياكل عباد الله. من المهم ان يكون القطاع الرسمي، القطاع الاقتصادي الرسمي مغريا اكثر من القطاع غير المهيكل. لذلك كاين مجموعه من الاجراءات كيمكن تقام بها، وهذا ربما ان مع الوقت ديالنا كنحسوا بها، ان الكثير من القطاعات اللي هي غير مهيكله الان غادي تصبح مهيكله بالضروره. مثلا بعض القطاعات، مثلا شي واحد في الكهرباء ما عندكش ديبلوم، ما عندكش الحق تمارس وتزاول المهنه. لا ما شاف هذا الاتجاه. كاين مجموعه من القطاعات او الانشطه المهنيه ما شاف هذا الاتجاه، ان بدون شهاده ما عندكش الحق تمارسها. قبل كانت كتمارس بحكم التعلم في مشتل معين، بالاحتكاك كتمارس المهنه، دابا ما غادي تبقاش. اذا كاين مجموعه من الاجراءات اللي هي ضروريه بالفعل، انها كتعطي لنا في اخر المطاف في المسار كتعطي لنا ضحايا، ولكن اذا كانت الغايه وهو اننا نوصلوا لاقتصاد مهيكل اللي فيه
حقوق وواجبات ممكن أننا نضحيه. أنا لا أريد أن أختم هذا البرنامج دون أن أغفل إشارة وردت في الخطاب الملكي، خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب، فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. قال بأن المغرب منخرط في الدينامية الأممية على أساس نفس المرجعيات. هو في هذا الإطار بالنسبة للمرجعيات أن جلالة الملك حددها بشكل واضح، وبالتالي لم يحدث أمر يمكن أن يدفع المغرب إلى أن يعيد النظر في هذه المرجعيات. هي الأساس الذي يتم فيه تحديد السياسة المغربية في هذا الملف. ولكن من المستجدات الهامة، ونحن مقبلون على كون أن هناك تقرير أمامي ننتظره، سيكون هناك نقاش في أكتوبر، ستكون هناك قرارات، ولكن من بين القرارات المهمة صراحة لربما أن تم الإشارة إليها، وهو أن الأمم المتحدة هي الطرف الوحيد والحصري الذي له الحق. نذكر المشاهدين بأنه كانت محاولات من طرف الأعداء ديال الوحدة ديال المغرب، مرة واحدة لا باش يدخلوا الاتحاد الإفريقي كطرف ويوليو حتى هما كيتفاوضوا معاك إلى آخره. إذا المغرب كان حاسم فيه. إذا هنا من بين النجاحات الكبرى للدبلوماسية المغربية في هذه الفترة الأخيرة، وهو جعل الأمم المتحدة هو الطرف الوحيد والحصري الذي له الحق تدبير هذا الملف. في 30 ثانية، الملك محمد السادس أيضا أشاد بمواقف القادة الأفارقة من المواقف المغربية إزاء قضية الوحدة الترابية. لا، الإشادة كانت ضرورية. علاش؟ لأنه كانت محاولة يعني قوية من أجل إدخال الاتحاد الإفريقي كطرف في هذا النزاع هذا، وكطرف في حل النزاع، في حين أنه المرجعية للمغرب كيتفاوض عليها لأن تبقى الأمم المتحدة هي الراعية لهذا، وبالتالي كان ضروريا من شكرهم على هذا الموقف الشجاع. شكرا جزيلا، لأنه ضغوطات كبيرة كانت على المغرب. شكرا لك جزيلا الأستاذ إدريس العساوي المحلل الاقتصادي على مساهمتك معنا في هذه هذا البرنامج الخاص. كذلك أشكر الدكتور محمد العمراني بخبز المحلل السياسي والأستاذ بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة. شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام، وودعكم.